أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته সম্মানিত ইকরা বাংলা দর্শক শ্রোতা, আপনাদেরকে অনেক মুবারকবাদ জানিয়ে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় অনুষ্ঠান মশকে তেলাওয়াত। আমরা আজকে সূরাটি তেলাওয়াত করব। সূরাটির নাম হচ্ছে সূরাতুল ইব্রাহিম, এবং আপনারা জানেন আমার সাথে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন নবীউল উদ্দিন খান। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। চলুন দর্শকবৃন্দ, আমরা শুরু করি আমাদের মশকে তেলাওয়াত। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم إلى صراط الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد
بعيد أولئك في ضلال بعيد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم فيضل الله من يشاء وهو العزيز الحكيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين عذاب شديد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
شديد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم فيضل الله من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم وإذ قال موسى لقومه الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم من آل فرعون سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا وقال موسى إن
تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وقال موسى فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم